السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اشرح لكم تطبيق ماي اس تي سي خاص بعملاء اس تي سي، عملاء موبايلي وشركة زين لهم تطبيقات اخرى انا شخصيا ما استخدمها. شرحي راح يكون كيف تحول رصيد من رقمك الى رقم اخر، سواء كان رقمك مفوتر او مسبوق الدفع زي سوا. قبل ابدا بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. نفتح التطبيق مع بعض. اذا كنت منزل التطبيق من اول راح يطلع لك بالشكل هذا. اذا كنت تو منزله جديد راح يطلب منك بيانات خفيفه، يعني زي رقم البطاقه، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، مو اكثر من كذا. طبعا هذا الرقم مفوتر. اذا تبي تحول رصيد من رقمك الى رقم اخر طبعا يحسب على الفاتوره. نضغط على تحويل رصيد من هنا وراح تطلع لك هذه الخيارات. يقول لك نوع الطلب، تحويل رصيد الى رقم اخر. تقدر تضغط على زائد من هنا، علامة الزائد، وتختار الشخص اللي تبيه، أو تسجل رقم جواله بنفسك. يعني كمثال بكتب، بسجل رقم جوال أي شخص بس عشان الشرح. بعد كذا تضغط على أي مكان من هنا عشان ينزل الكيبورد فقط. يطلع لك هنا المبلغ. طبعا أقل حاجة 15 ريال، مثلا تبي 20 ريال، تبي أكثر من 20 ريال. أنا بحد أقصى طبعا 200 ريال من هنا. طيب انا ب 15 ريال، انا ما بحول بس كمثال. يعني يقول لك هنا 15 ريال، اضغط على تحويل من هنا. يسألك سؤال يقول لك هل ترغب بتحويل 15 ريال الى الرقم كذا كذا؟ اذا ضغطت نعم راح يجيك كود على الجوال، تسجل هذا الكود وراح يتم التحويل ان شاء الله. بالنسبة للارقام الثانية زي سوا، بالنسبة للأرقام الثانية زي سوا، طبعا فوق هنا موجود رقم جوالك، مجرد ما تضغط عليه تطلع لك الأرقام اللي هي باسمك. يقول لك هنا مفوتر وهنا سوا. طيب أنا أبي أحول من سوا إلى رقم آخر، إذا دخلت عليه راح يطلع لك الرصيد كم، وراح يطلع لك رقم الجوال فوق. ومن ضمن الخيارات هنا إعادة شحن وتحويل رصيد. إعادة الشحن من هنا مجرد ما تضغط عليها من هنا راح تطلع لك هذه الخيارات. مجرد ما تضغط على علامة الكاميرا من هنا راح يطلع لك بالشكل هذا. مجرد ما تحط الكاميرا على الرقم الموجود بالبطاقة راح يتم الشحن على طول، يعني ما يحتاج تدخل الكود وما يحتاج تدخل رقم البطاقة إلى آخره. نضغط إلغاء من هنا ونضغط إلى الرجوع من هنا. أما طريقة التحويل بسيطة جدا، مجرد ما تضغط على تحويل رصيد من هنا تسجل الرقم الموجود زي قبل شوي، وتضغط على المبلغ من هنا، أقل حاجة 5 ريال، وعلى شيء تقريبا 20 ريال إذا من فوتر إلى مفوتر. هذا شرحي اليوم، أتمنى الشرح واضح وبسيط وسهل. أي سؤال واستفسار بخصوص هذا الشيء أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.